المعلومات اللي عندي المؤامرة ما كانتش، يعني لأن النهائي كان مبرمج في ملعب القاهرة وعلى الساعة 7. حسب المعلومات اللي عندنا تما هو أن كاين ظروف استثنائية، كيقول استثنائية أن التقني ما ندخلش، أنا كيلحقوني معلومات ظروف استثنائية باللي لازم المقابلة ما تكونش في القاهرة ويتبدل الوقت. حنا نقول لك مؤامرة الجزائر ولا ما عنديش معلومات، ولكن نعطيك المعلومة الأخيرة هو أن ملعب تاع اللي لعبنا فيه العش تاعو ما عنده حتى فرق مع الملعب تاع القاهرة، هذا الشيء.